بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع المواضيع المقترحة كاختبارات للفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الأولى من التعليم المتوسط. فبدون إطالة مع الموضوع الثاني، الموضوع المقترح الثاني ومع وضعيته الأولى. الوضعية الأولى تقول: أكمل ما يلي. إذن لدينا هنا الوضعية الأولى تتعلق بالقياسات. إذن لدينا المقدار 1.6 متر مكعب كم يساوي من لتر، 36 ديسي متر مكعب كم يساوي من لتر، و2 ديسي متر مكعب كم يساوي من سنتيمتر مكعب، و 7.5 قنطار كم يساوي من كيلوغرام، 2.5 كيلوغرام كم يساوي من غرام، و أخيرا في هذا الجزء تعمل الفراغات 2000 ملي غرام كم يساوي من غرام. ثم في المطلب الثاني أو في الفقرة الثانية من الشكلين 1 و2، أين هما الشكلين 1 و2؟ الشكل 1 هو هذا، والشكل 2 هو هذا على ما أعتقد. إذن يقول من الشكلين 1 و2: ألف، ما هي كتلة الإناء؟ نعم، نستنتج كتلة الإناء. ثم باء، ما هي كتلة الحليب والإناء معا هنا في الشكل الثاني؟ تاء والجيم، ما هي كتلة الحليب؟ إذن أذكر، قلت أننا سنعتمد على الحل الشفهي لضيق الوقت. فهنا في التحويل التلميذ يعتمد على الجدول في التحويل، ولا بأس أن يكون قد عرف العلاقة في بين المتر المكعب واللتر إن أراد، لكي لا يستعمل الجدول. فنعلم أن 1 متر مكعب، قلنا هو يعني إذا حولناه إلى الوحدات الجزئية له، المتر مكعب، الديسيمتر مكعب، السنتيمتر مكعب، والمليمتر المكعب. إذن في كل خانة نجد ثلث، أو في كل وحدة أو رتبة نجد ثلث أعمدة أو ثلث خانات. سبب ذلك لأن هذا حجم ويعتمد على الأبعاد الثلاثة، بمعنى بعد الطول والعرض والارتفاع. فبالتالي حينما تحول من رتبة إلى رتبة أصغر فأنت تضرب في 1000. معناها لما تحول من 1.6 متر مكعب إلى ديسيمتر مكعب ستجد نفسك تنتقل إلى الرتبة الأصغر بثلاث خانات. قلت بمعنى 1.6 ستضربها في 1000 تعطيك 1600 ديسيمتر مكعب، والديسيمتر مكعب هو اللتر. إذن معناها 1.6 متر مكعب تساوي 1600 لتر. المطلب الثاني، يعني ها قد أجبنا على الأول، يصبح المطلب الثاني أسهل. 36 ديسيمتر مكعب تساوي 36 في 1 وتساوي 36 لتر، لأن الديسيمتر مكعب هو اللتر أو يكافئه اللتر. 2 ديسيمتر مكعب، 2 ديسيمتر، 2 ديسيمتر مكعب، 2 ديسيمتر مكعب كم فيها من سنتيمتر مكعب؟ هنا سنضرب في 1000، يعني في الجدول ستكون 2 في الخانة الأولى من ديسيمتر مكعب، على يمينك ثلاث خانات للسنتيمتر مكعب، بمعنى تضيف ثلاث أصفار، أي 2 في 1000 وتساوي 2000 سنتيمتر مكعب. في الكتلة هنا الخانات عشرية، يعني خانات من رتبة واحدة أو بمضاعف واحد، نعم. يعني 7.5 قنطار إلى الكيلوغرام، 7.5 إلى القنطار. القنطار هو مضاعف الكيلوغرام ب100 مرة، يعني عندنا خانة الكيلوغرام ثم خانة عشرات الكيلوغرام التي سموها خانة النقطة، خانة عشرات الكيلوغرام، ثم تأتي خانة مئات الكيلوغرام. مئات الكيلوغرام هي القنطار. إذن لما يكون لدي 7.5 قنطار وأحول إلى الكيلوغرام فأنا أضرب في 100 وتساوي 750 كيلوغرام.
من الكيلوغرام إلى الغرام، من الكيلوغرام إلى الغرام، إذا استعملت الجدول ستجد الفارق هو 3 خانات، يعني الغرام أصغر من الكيلوغرام ب3 خانات، فبالتالي هذا المقدار يضرب في 1000، 2.5 كيلوغرام في 1000 تعطينا 1500 غرام. ومن المليغرام إلى الغرام العكس، المليغرام أصغر من الغرام ب3 خانات ب3 مراتب، وبالتالي نقسم على 1000. إذن 2000 ملغرام تقسيم 1000 وتساوي 2 غرام، هذا بالنسبة للتحويلات وملء الجدول. في المحطة الثانية، يعني في الفقرة الثانية، نستخرج كتلة الإناء. كتلة الإناء تكافئ مجموع الكتلتين العياريتين، لأن الميزان موجود في حال توازن، مما يعني أن ما هو موجود في الكفة اليسرى يعادل ما هو موجود في الكفة اليمنى. إذن لديك 50 غرام زائد 20 غرام ويساوي 70 غرام، إذن كتلة الإناء هي 70 غرام. ما هي كتلة الحليب والإناء معا؟ هنا كتلة الحليب والإناء معا تعادل هذا المجموع، إذن لديك 100 زائد 100 زائد 20، معناه المجموع 220، أي كتلة الإناء والحليب 220. جيم، استنتج كتلة الحليب. كتلة الحليب تساوي كتلة هذا المجموع ناقص كتلة هذا المجموع، بمعنى 220 ناقص 70، وهكذا تجد كتلة الحليب كم تساوي. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول صنف المواد التالية حسب الجدول. لديك زئبق وماء الحنفية والغاز المميع، داخل ولاعة، الجليد، الهواء، بخار الماء، مصهور للحديد، النحاس. إذن وأعطيت لنا حالات المادة الثلاث التي تعرفنا عليها في دراستنا. توجد المادة في الطبيعة على إحدى الحالات الثلاثة، إما السائلة وإما الصلبة وإما الغازية. إذن نصنف الآن هذه المواد التي مرت معنا حسب حالتها في الخانة المناسبة. إذن الزئبق هو معدن يكون في حالة سائلة يوضع في هذه الخانة، الزئبق سائل. ماء الحنفية معه في الحالة السائلة. الغاز المميع أيضا في الحالة السائلة، غاز مميع داخل ولاعة، يعني محول إلى سائل، إذن يوضع في الخانة الأولى، خانة السوائل. الجليد يوضع في خانة المواد الصلبة أو الحالة الصلبة. الهواء يوضع في الحالة الغازية. بخار الماء يوضع في الحالة الغازية. مصهور الحديد يوضع في الحالة السائلة. والنحاس يوضع في الحالة الصلبة. المطلب الثاني يقول اذكر من بين المواد السابقة التي متواجدة في شروط غير عادية، يعني حالتها التي هي عليها في شروط غير عادية. الزئبق يكون سائلا في الحالة العادية، ماء الحنفية يكون سائلا في الحالة العادية، الغاز المميع داخل ولاعة هو مميع في ظروف غير عادية، أي مبرد ومضغوط. إذن فهذه هي المادة التي هي في حالة غازية في شروط غير عادية. الجليد لا، الماء يكون سائلا وصلبا وغازا في الظروف الجوية التي نعيشها، يعني عندما ترتفع تبتدي تنخفض إلى آخره. لا نتكلم عن الجليد. الهواء يكون غازيا في ظروف عادية. بخار الماء، بخار الماء يكون غازيا بالتسخين وفي الحالات العادية أيضا. مصهور الحديد هو في حالة سائلة في شروط غير عادية، معناها عند درجة حرارة مرتفعة جدا. إذن هذا بالنسبة للمطلب الثالث. أكمل المخطط بوضع نوع التحول. إذن لديك بخار الماء يتحول إلى ماء، فهنا التحول يحدث بما يسمى بالتكاثف. بخار الماء يتكاثف فيتحول إلى ماء. الماء يتجمد فيتحول إلى جليد. الجليد ينصهر فيتحول إلى ماء. الماء يتبخر فيتحول إلى بخار الماء. الماء يتبخر. إذن هذا بالنسبة لهذه الوضعية. نمر إلى الوضعية الإدماجية. يقول أراد أحمد أن يقيس حجم ممحات بطريقتين مختلفتين، فقاس الأطوال ووجد
5 سنتيم 3 سنتيم 2 سنتيم. ثم ملأ المخبار المدرج بالماء كما هو موضح في الشكل، ثم أدخل الممحات داخل المخبار. المطلب الأول، ما هما هاتين الطريقتين المستعملتين؟ إذن الطريقة الأولى هي الطريقة الرياضية الحسابية باعتماد العلاقة الرياضية، يعني الممحات هنا عبارة عن جسم منتظم متوازي مستطيلات كما تلاحظ من خلال الأبعاد. فهنا يطبق القاعدة الحجم V يساوي الطول في العرض في الارتفاع، V يساوي 5 في 3 في 2، 5 في 3 15 في 2 30، يجد الناتج 30 سنتيمتر مكعب. إذن هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي الطريقة التجريبية وتسمى طريقة الغمر، يغمر الجسم الصلب وهو الممحات في ماء يكون قد عين حجمه أولا. إذن ثانيا يقول لي أحسب حجم الممحات، نحن ذكرنا أن يحسب حجم الممحات بالطريقة الحسابية V يساوي A في B في C، أي الطول في العرض في الارتفاع، 5 في 3 15 في 2 يساوي 30 سنتيمتر. ما هو حجم السائل قبل إدخال الممحات وبعد إدخال الممحات؟ هنا ينبغي أن نقرأ، يعني كم حجم الماء لوحده. إذن نلاحظ أنه أعطانا مرجعا للقراءة، يعني التدريجة الكبيرة هذه قيمتها 10، معناه هنا 10 20 30 40 50 60، هذه القراءة الأولى، يعني حجم الماء لوحده. وجدنا كم؟ وجدنا 60، 10 20 30 40 50 60، نعم 60. ووجدنا حجم الممحات بالطريقة الحسابية 30، معناها حينما نضيف الممحات إلى السائل سترتفع القراءة إلى 60 70 80 إلى 90، أي إلى هذه العلامة، السائل سيصل هنا. ما هو حجم السائل قبل إدخال الممحات؟ قلنا هو 60، وبعد إدخال الممحات سيكون حجم الجسم مع الممحات هو 90. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.